طبعا هم انتقلوا من الجبيل إلى الخبر، لأن كان الوالد حمد في الجبيل من اللي يتاجرون في اللولو مع العم محمد القصيبي وإبراهيم القصيبي، هم الثلاث أخوان. طبعا إجوا المنطقة الشرقية، إجوا للخبر. خالي عبد العزيز الطاهر توظف في الجمارك السعودية، والخالي سليمان في أرامكو، وخالي أحمد في الأرامكو، وخذوا خبرة كفاية في أرامكو. وبعدين علاقتهم مع الإدارة الأمريكية ذاك الوقت، وصي عليهم أنهم ينتبهون للوكالات والشركات الأمريكية، فأحضروا في أكبر عملية كانت لهم في 52 تجميع سيارات الفورد. كانوا وكلاء للفورد قبل يعني اللي تشوفهم الحين. وبعدها دخلوا في التصنيع اللي هو البيبسي كولا، والشركات اللي كانت تورد معدات خاصة لأرامكو مثل شركة سوموتومو للأنابيب، ونتج عنها عملوا مصنع في مدينة الخبر يعني والمنطقة الصناعية، عشان يمدون أرامكو بالاحتياجات حقتها. وأجروا عليهم السيارات الفورد اللي كانوا يجمعونها هنا في الخبر في شارع خالد كان المصنع. عبد العزيز القصيبي ما أخفي عليك يعني مقدام ونظرته بعيدة ولا يخاف من التجارة. احنا نخاف شوية من التجارة لأن نخاف من الخسائر وهذا، لا هو ما شاء الله عليه مقدام. فأسس بيت القصيبي بهمته ويعني وإقدامه على هذا، وعنده مواقف كثيرة أعرفها. هو يعني بنى لبناية أذكر في الدمام وبناها، وبعدين جو الروب وشروها من عنده ب460,000، وكان هذا في ذاك الوقت الحقيقة بناية. فرحت له قلت له يا عبد العزيز ليش انت بعت هالبناية يعني البناية والدخل؟ قال لي محمد أنا أخذ الفلسات وبتشوف أعمل فيها مع رامه، مع يعني أورد بضايع من أمريكا غيره هذا تنفعني. وطبعاً البنك لما أحط عنده الفلوس هذه أخذ كثيرها مرة ومرتين وثلاث. يحرص على أساس أنه شركة القصيبي تكون من أرقى الشركات في الخبر يعني، وحريص عليها أنه تجمع الأخوان وأولادهم. أنا تربيت معهم، أدخل بيوتهم، ابنهم يعني اعتبر واحد من أولادهم، وكان يحب الجميع، يحب الأسرة كلها، يجتمع فيها في رمضان، وما يحب أي خلاف بينهم أبداً.